ثالثا، محصلة الضغوط الداخلية والخارجية كانت دائما تتطلب دعما شعبيا قويا ومستمرا وتضحيات لم يكن الرأي العام مستعدا لتقديمها في ظل حالة الفقر والعوز التي يعيش فيها لسنوات طويلة. يعني انتوا بتتكلموا على 7 تريليون جنيه، وشايفين ان المبلغ ده مبلغ كبير قوي اتصرف خلال 7 8 سنين اللي فاتوا في بناء او في انفاق على الدولة. انتوا تشوفوا كده 7 تريليون دول يساوي 350 مليون دولار تقريبا. الرقم ده في دول اقل مننا موازنتها قد الرقم ده على الاقل، موازنتها قد الرقم ده على الاقل، وليست محمله لا بديون ولا اعباء خدمه دين داخلي ولا اي حاجه. الرقم 7 تريليون ده رقم متواضع جدا. وانا الكلام اللي بقوله ده كل الوزراء اللي قدامكم دول بيسمعوا مني يقولوا يا فندم احنا حقنا كتير. اقول لهم يا حقي انتوا عايشين على دوله تقريبا 5-6-7% عباره عن مستطيل من الارض من اسوان لاسكندريه، فيها 100 مليون وفيها 10 مليون مركبه. بالعلم حجم الطرق اللي الموجود مجبور عليها لازم يكون يعني يحقق ان الحركه على هذا المستطيل بكفاءه وسهوله على مدار اليوم، غير كده يبقى ما حققناش حاجه، يبقى ما حققناش حاجه. طيب ده معناه ان دول تانية بتبقى عندها الحجم ده في المساحه دي؟ لا، بس هما كمان مش عايشين المليون كيلومتر مربع، عايشين على 60-70 ألف كيلومتر مربع فقط. احنا عايشين على 60-70 ألف كيلومتر مربع فقط، وعايزين نطلع ل 120 ألف كيلومتر مربع. فكان لابد ان يبقى حجم البنيه الاساسيه اللي بتتعمل، انا بتكلم على شبكه الطرق بس، اللي تتعمل تخدم على حركه المجتمع ده وتحسينها، مش فقط عشان الاستثمار ومش فقط عشان سهوله تداول السلع، لا، لصالح الناس اللي كانت موجوده وكانت بتتعذب اثناء حركتها في اي محافظه من المحافظات. اتصور ان ده اتحسن بشكل كبير ولسه مكملين فيه.